الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. وكتاب قلنا الفقه المنهجي وحين كجرنا حوم كدلك شب العمد ياها وعلى علماء والدليل هذا الحكم حوم كدليلك سوى حوائي إن ديادة لقاعد كينا يحل ميلو حق الدأدة لماذا كان لقفض يدين يمار وهو أبو داود وحوري ويا أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحري عقل شبه العمد دلك شبه العمد يا مكتيس ومغلظ مثل أتكيي مثل عقل العمد دلك برير كوكرين ولا يقتل صاحبه لكن صاحبه سالم الدليو العقل أدية ومقتى وأصلها نوحا ويا أن القاتل كان كوحد لي وحوها إذا قتل مركا ودلو قال قتيلا يعني مقتولا مثل الدلي مركا ودلو جمع الدية من الإبل دية دي جيلة عيد مساور لني فعقلها نوحا كود دبر هي فعوحا كود دبر هي بفناء أولياء المقتول كان الدلي حكت ديسا سبدو ذا أي مركا كود دبر هي ليقبلوها من سوء أقبلان فسميت الدية عقلا دية ما مركا لقوم على عقل والعاقلة عقلة دية تلقنه والعصبة والقرابة والأقارب يكو قرابة من قبل الأب حق أبك هذا الذين قاسوا يعدون بحنية دية قتيل الخطأ مقت يعني قفقة وشبه العمد إياه مقت شبه العمد إياه وروى النسائي وحورين أيام عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري الشيب العمد شيب العمد وقتيل صوت والعصا كتشادر كيوش الدلين فيه مئة من الإبل بقول قربا هذه منها وحكمنا بقول كأربعون في بطولها أولادها أفرتا عروشو ذا المهدي كستان وأما كون الدية في قتل شبه العمد على العاقلين يطلق كرقي ستاي فما رواه مسلم وحديثك إمام مسلم ورين أيوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وحي ضربت امرأة هوين يبقى كله فاتي ضرة لها دنقل ذي ذيتي للقبي بعمود فسطاط فسطاط وحوية وعقل يرفضه صفر كي يلوقاته أي بتير كيس أمود الدحات كيسون سوينين أي قاضي ويكونوا فطين وهي حبلة أوربيل هيد كمان عاصم فقتلتها وادشي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحي إلي دية المقتولة تيل الدلي مقتادي على عصبة القاتلة تيد شيء تلكد أيو صاري وحي الله العلماء حوكا وحو دليلا إن قفقا الشب العمد وحد لا دي مقلضا وحق دادا لقاد كي لوضا كلا وشلا لقف ذا يدي لقول لا يحي وحو دليل حديث أبو داود ورين أيوم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعيري دي هذا الشب العمد وامد لأتكين أيوه سيدي مكتي عمدي أوكره أي الله أتكير يا حق السيف هذا جيل يد أديسة ولا يقتل صاحبه لكن قف جيسا قصاص لقوم رها ما دام رقف جندل جيسا وبريرين قصاص لقوم رها وعكراكم ذي حديث جاء أيضنا إمام النسائي ورين أيوم والنبي يقول لا إياه صلى الله عليه وسلم شيب العمدي وحوى يهرتو كأوشا إياه تشاذا القيا لقوله داسا كل انتهيه بقول هراد أيها اللي قلت يا مركو نين يحي أفرطان رمي أي كتران كاسي وحاوهي وآينا مقلدات هاي أو صد حديثي فيها دلدي تلمامي سي إن تلك اللي قلت يا هاي شب العمدي أنا وحاتو سينا يا حديث يا مغيرة بن شعبة وورينا يو إن
إمام مسلم صو صاري لبض مره الله ودا قبو أيام ميت كم ذهي تيل لقبي أوور له أيام واحد كله فتي بعمودي فسطاط فسطاط هو أقل يرى يعني ما واحد متين ليه كنا ما واحد يران يرى فضي صفق اللقاطه أيام مركا عمودي يسيا أمتير كيسيا أمود بلحاد كيسيون مركا إلا هديك العمدي بين نقول الله إذا مركا مد يرها أما خفيفها لهدو مدوينها الله هيدوها ضربه بعصن كبير واتين صون اللي هي مركا العمدي كان لدي ولوين تهي أما دي تبع ما أودو بوين ويا حي تاسي عمدي بين نقول الله إذا وحفظ بوها حيرا وحفظ بوها تبع مركا أيدي أوركي دي بلقسي صو يعني معها على كيسي هبا تلوادش أيدي يروح المركع على وش هذا كل شيء يبان وادين تين مركع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إلا الدلي مكتادي وعصاري على عقلة القاتلة واحد الشيء تلك بصار ولما وروى البخاري اسم بخاري وحو ورين أيام أنا بريت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى وحوك بأن دية المرأة هوين إذا مكتاد على عقلتها تلك دين لقول لي هي حديث يا بخاري يقول أساس أيوة المعامة هو الذي وحي جيست ومكت كتب هذا تلكيت بالقولية ووحي لها الصومالي إن كو أدك باي كمتاي إيه إنتا أي هذا الإيسو على كيرا إن روح دواري هدي وحي جيست أيضو أنني يعرور بري إن دي هدي عمدي تاي دي قصاص ايوم هدي العفية بواء يضون هدي لكن دي امسيش بالعمدي اما يخدع او قيستو وحا لقول لي هي تلكيد ايا لقول لي هدي ايضا لدلو مكتاد ايا نحلك اذا قادر ايا نينك اذي عرفو تيد كالي اوحا لسو قل ايوون ابه دي هديث دينو ليهين سواليتها سامركا آدقو أدق وانا رسولك صلى الله عليه وسلم أيها حكومي أوه حكومي مثلا إلمه أرشيف قاها وحلواء الدون أيها لقو حكمي ريا وقضى بدية المرأة على عقلتها دية ذي مكة ودن نمتين وحو حكومي تي وحد الشي تلك يدبوك حكومي وورثها ولدها ومعه وحنو دحل سيي أروتي ذي يدعي دي لشتينيك يدوك لا أيود حلسي بركي لما دواري استلام ميت كود لدلو تن لدلي أي عرور لا ذهي ينن أي لا ذهي بسرعة به دي هو إذا نمن نورا تاو حدي شيء مكتادة تان لدلي مكتادة وحلوية لتي وحدي شيء تلكيت بالله يا لنيا نحلق أنا وحق هذا نيا يعني إنك إيو عرورتنا أي أيالنا يتركك لأحبك ويالنا معيو فاسدا أهد بيقو عدك تاي ننكو ديغ دقرهاني ناقا حديا أي دي وحسك فضو تاي سابحيا لكن دي مركي مقن قطو دي تلك إلا إنك أقبل ميولون يواني وين الدرك هذه يتركي دي مركا بحسا وحي قومي يرير دي والله اسك بحيا حتى ودي غير خود بي إشكال هكا شيء نين كل دا قونت دين تنين بميل بو كتاقي يهي دور يساقاشن كي ايه ميل تولوين كي نن مقالة كبه حسن با ساسو قرال اسوق بصدق نين وداد اوح قرار ايه ايه ميد ميل اسكف ورديو دي وداد اوح استان هير كود لكن اوح با قونين ايه مسالة اللي اسوق كاري وداد كي وح قرار ايه با ديو يليد وح لقول ايه تلكيد ايه لقول ايه هايو دي حديثا وصوصر اقتطر دي امرأتين من هذيل لابد دور الرجل ذي البيسترين ولا بد دور حديثي بالصقع وهذه كلام اللي محاضه يسا وحرني كذا اللي يقول لي ومحاضه يسا وحر وطيعها مير مصاصر وطيعها سو كم وطيع ما هو تجيء ما مر هدو تجيء وطيع بيسا اللي يقول لي يبود هذا بير الله بيري بير الله بيري وطيع وربط اللي اسمه هينني دليل كارين كمان واحد جيستين كذا اللي يقول لي ما وطيعها يبود وكا وطيعها مر هدو وطيع بيسا اللي يقول لي يعني مددك سوالي ويكو عذاك تأيين وقف قالي يعني وحن وقون طوله يولا روا قون ملكي وما قرنين ويلا هذا أو بركات دلكي وحي لشيكي يوراعه
هذا كافان ولقد قلنا وحنا إن العاقلة عاقلة دي تركهم عصبة الإنسان قفق عصبة ديسة يو قريب من جهة أبيه وقرابة حق أبوه ونقول هنا وحنا إن المقصود بالعاقلة وحلو كتش الذين قصوا يلزمهم الداودية دي نقول ده يكون أجيب إيسو إلى أولياء المقتول كالدين أولي ديسة إنما هم عصبة الجاني الذكور وهو عصبة كوحي لذا جيسي أولي بالله أخوة عصبة الله ما عدا الأصول والفروع وحي كسو علي أصول يفروع أما هم يقف لا يتحملون من الدية شيئا دية ذو حبك قاضي ما أيان ويقدم الأقرب فالأقرب أيام مركا لقاق هذا يا الله هرمرين من عصبة الجانيك وحي لقي سيد تلكية في تحمل دية حق دية حنبار كذا والدليل على أن الأصول والفروع لا يدخلون في العاقلة إن الرسول يفرع دع عقل ذكرين ولا يتحملون من الدية شيئا يحكي قاذين ما رواه أبو رمث وحوري رضي الله عنه قال وحري أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أيان من ومعي ابني إن كي جاي للسعودية فقال النبي وحري من هذا كان وايو فقلت عن ابني وإن كي وأشهد به يعني مرخاتي لو وانكاهي قال وحري أما إنه يسأل لا يجني عليك معناها جناية يوحي لو لا يهي قاضي ميسد لا يجي عليك معناها جناية يوحي لو قيسي كركا نقول ميسو ولا تجني علي هذه جناية يوحي لا أدقيسي ترى إساك ريس نقول ميسو أخرج أبو داود والنسائي يا وريد لا يجني عليك ولا تجني علي وامح معناها هذا أن الوالدة أي الوالد لا يضمن مما قدر يمن جناية ابنه إنه قيس وحي لو قيس شيء محرام ولا يضمن الولد من جناية أبي شيئا سنوح بك بحن مايو وروى النسيوح ورين أيام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل لا يأخذ الرجل نك الله قبل ما يب جناية أبيه أبي الحقيسي وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم برأ الولد إلمه وحكبري من عقل أبيه أبيه مكتسي وحي الله العلماء هذا بقى عصبة دانين مكتق هذا يساوى ايوه عاقلة داني وحويا مكتق هذا يسا عصبة الإنسان قفق واكوا اكو حيرا اسيدا مركا هذي قرالي وعمادة ايه لوقو حيرو دي مدح امال لوقو دوبكوا ساوقو وريك سوي وقرابة ديسا حق ابو اما هكو حقه ايوه وليبا وحا لوجه ذا عقل ذا ايدي ذا ايريسيان قفقا مقتول كيلا دلي حكتذي سوحا واي وكان وحيا لذا قيسي عسوذي سي قرابذي صلب دوماركو كمجران دوماركو ايو كمجران وارقون وليبا ما عدا الوصول والفروع هذا سي شافعي ذا يما ذا يبدأ قاركوذ قبان اصل كيف فرع ميدو كمجروه قفقا وحيا لذا قيسي أبهين يا وقين كم تشرين إنن كيسي إنن كيسي ركب تشرين لكن هو طلقة إنتي كره هيرك أي وحيا لذا ودبت على سكوت تبي وحوي يا يا قوال لقد طلقة هذا يا إسقى يا أبه يا وقين يا إنن كيسي إنن كيسة والله قد طلقة إنتي كره اللي قلين أيه وحبدي ذاك قاضي مايا مدمتك كذا ويا هاي أي الله قاضي أم أو عصبة ذلك الجاني قاضي ذا قاضي تأكيدا وأنا ديدك قان جار كاه مير كقبة وحي سو حلا قاضي يا إنك سوار ذا الله قابا إن الله أنا حيا ده قاركود قيس اسمه يتريا قيس نكاس مر هير يسوم بين هذا مر خور هير يا شيء الله إن هذا هو هير بو يا شيء أيوم بالله تري نيا مقتل قد دوني يا نيكو هادو توبانين ان لأي هايوانو ميد قوري كغور سنين لاترين مايا نيكو با لاترين ايا قارنا قورولا ينا هادارو عاو هادو داشو والغو ترين ايا عاو دا هادو داشو والغو ترين ايا عامينا بارشو بري هادي مقلقاي بري عاو رمي داشو بري واترين ايا وكو كتري كي والا با كتري ميد ميل باس قلي ون سنادبال عرقو جيرو ميا ميل چاني مريهن قلي وين ميلا كوبا بختيه لغي ابا ترين ايا كتري وحسن الشرع معها قف قام وحبا هيساني كومتشلو قف قوان لا كومتشلو كييرا كومتشلو وطتك مركا ديقان جاركا هيقو حيسا
أولي بعاني مركها دي أبي أوجي يعني كثير إنسان كتيرين أي ماذا قارخود نو حي قبان ماذا يبدأ قارخود يعني أبها إيو أوجي يعني كثير كوي سكرير كوه مدن أيهين إن وحنا ودري لما إلهيهين حديث جاء أبو داود ورينا يون نك رمثا لابرنثا ليرادو أيه علي إيران أنا جوا إيران عند ري وتان النبي صلى الله عليه وسلم ومين. كان النبي يقول من هذا كان وعيه رواتي قال رئيس رئيس كور ربي يولا أنا يا أبا وصعنا وتقني مركا واحد من هذا وحاقه إنا يتشري ماشا مركا ورا نونينا أما هذا الكتشري إنا ينين كارينو إنا كان دالي أما لا أما حقا ميدا بكودا يركا لدوانا أما سيوم بيو يركا لدوانا مركا سيو النبي يقول من هذا كان وعيه كل صعودا أما واحد لقى يا بعينا يسكب الدعوة هي أنا كوي لورنت شري ولا الخو كلاينا يا هاي أنا يسكب الدعوة ريكر كل صعدة محوا وابني وأشهد به مرخاتنا وان كهاي أنا شاهد ما قينو نكيجي هاي أما وأشهد به رسول الله مرخاتي كهوا قينو نكيجي هاي بخس النبي قيري نكهم جناية ذي وحي الله ذو جيسة كرخا كنقول ما يسوع أدنى جناية ذي وحي الله ذو جيسة كركي صنقول ما يسوع وبمعنى ده إسقى هديه أي ده واحد يبرر يحينا ده قف قرن بالقول لا يوم عافي ما يسوع هديه أي جف ده حينا أبيه يين كي متكودنا لقمة له إيه تلك هالقول لا يويه هديه أكرن إسقى ورينا يو إسقى روح تلمام يينا نينك الله قبر إني أبي وحي الله جيسي إنا لوجو قبر إنين هديه أكرن أبو داود عشقي يا المهري إنه إسحاق خسارة مكتي أبوه كان إن إسحاق لقى بريء لوري أديك حبل وقبلها إتقول كي كلهم بالقول لي هل كان واحد يقرب على شو العمديين حكم النوع الثالث نوع الصدعات هون جيسة هو القتل الخدع ودلك جفكة وللقتل الخدع دلك جفكة وقد عرفت حقيقته حقيقي سواء صقرته حكماني لبى حكم قل لي الأول ديني ونخروي بدوا مد دين هذا آخره وثاني دنيوي قضائي من دوامد أدويو قرصار أما حكم الدين الأخروي حكم الدين هذا آخر فعفو وسامح لا إثم عليه أن دم لقلح ولا عقاب لأنه عمل وقع خطأ من غير قصد وعمل قفر دعيون قصد لسعنين وقد جاء في الحديث وحكيه إن الله إلهي تجاوز عن أمتي بأن النبي يقول أمتي إذا وحكنا في الخدع قفقة والنسيان إلا وما سكروا عليه يوحي إلا وقس يحون قيسي يا إلهي كنا في رواه ابن ماجه يا وريم وأما حكمه في الدنيا حون قيسي الدنيا فهو وجوب الدية وإن مكوها جويس على عاقلة القاتل كندني تلقي مؤجلا لقوم مدي إلى ثلاث صلوات إلى صدح صندوق ومخففة أي مقسمة فديه مقسمة لقي إلى خمسة أنواع شن نوع بقير لقي من أيام 20 بنت مخاض لباتن قال مود أول لبتشرع وعشرون بنت لبون لباتن قال مود أسد يحجر سدي وعشرون ابن لبون لباتن قال أسد يحجر سدي وعشرون حقة لباتن قال مود وأفر جرسدي وعشرون جدعة إيا اللواتن قال مدوشن جرسدي وإنتها وحيلاقي العلماء ذو ديلك بريركا حقيقة ذي سيئة سورين كيسي وحبين كالصوت المانة وحيلاقي يسأل لبا حقون حقون دين يو آخر يا حقون قرصورة الدنيا حقون كيسا دين يا آخر وحوهي إنو عفوي يهي إن أندم اللي قولها إن عقابنا اللي قولها إن وقف قاعد كتور تروتي أذي هو وح كلا كتور يلا كل مي وح قاري مركا كي مي وارد مركا وبرين وين وعمل يا شقاو ده عدي سجى فقصد الآن مركا وح دم بيا يعقاب اللي قال لي ما شرتو نبي يقول صلى الله عليه وسلم حديث جاء نبي ما جورين اليوم وحت المام يو رسول قل لي إلى هاي ومضى إذا وح كذا في وحي جف هي إلا هي وحي لقوق وحي جف هي إلا وقدعة أما لقوق سحون كيسي ولا قدعة في حون كيس الدنيا وحوي إن مقل قل لي هاي
مقتان ايا لغو يالان ايا طلق كن واحد دلي با لغو يالان ايا اقفق وحد دلي وانا مؤجرة الى ثلاث سنوات صدح سنوات با لغو مدين ايا ومخففة اي مقصبة الى خمسة انواع شن نعبان الله قيبين ايا قيلي شن دان نعنا وحقو يالا با تنقى الموت او بنت مخاض يعني لبتشير سديو هو يدير هذا أي رنتي مخاض أي يعني هو مخاض هو هو يعني ثمن كوتشرتو وعشرون بنت لبون لبعتن قال مود إنه هو يعني ليه هو يدير سنة واسد حجرته هو يد ما سنة كان لا شيء أنا على يلاتي يلا بعتن قالين أو ابن لبونا يقول سد حجرته هو يد سنة كان لا شيء هذا حتى دليل سد حجرته وما لقيت شيء ده iyo 20 qalmood ay fartira iyo 20 qalmood oo shan jir ah magtu saasay kala leedahay inagu waa wax weeyaan deecidi lacag waa ardhka lacag bay ku kala qaataan way qiimeeyaan kuwa xoola bixinayaana de waa suura geelun bay keenan awr baa la keenaya hal gabowdi baa la keenaya wuxuun baa la isku soo jabqinaya marka meesha la soo tubayo suura geelun baa la keenaya لكن سورة قال لما رحبه إذا قلوا عقب إلى أدمير أما وجوب دي هذا بدي هذا واجبتان مركا ودركي سايو صدح ذي عمدي لقعد كييبا أي هذا هو لقف ذي دي ودية الخضة ومخففة من ثلاثة أوجه كونها على العاقرة إن تلك لقول لا إيهايم وكونها مؤجلة صدح سنين لقوم مدهيين وكونها مخمصة يجري شنطاق يوضن لغنين أما وجوب الدية في القتل الخطي تلك بلالك بقفقة فيدل عليه قول الله عز وجل هذا الكإله يبقى تسريه وما كان لمؤمن المسؤول عن أن يقتل مؤمنا إنه دلو إلى خطأ قف مؤيان ومن قتل مؤمنا خطأ كقف دلا فتحرير رقبة مؤمنة أدون مؤمنة حرين ديت بالقليم ودية مسلمة إلى أهله يدي يا مقلودي بها القصة إلا أن يصدقوا إن أي صدقة ديستان مويان أما كون القاتل كون دية في القاتل الخطي على العاقلة إن تلك اللي قول لي فما فلما قل له ووحني إنها في القاتل شبه العمد على العاقلة وأدي الذي أن أدري شني شبه العمد أي أدري له فهي في الخطي أولى أن تقول عليهم قف قيك غسل من غطي إليه كوركوضا من قطو وأما كون الدية مخففة إن الدية تعمل لفذي دية في خمسة أسنان شنس داود وقيلا فلما رواه الطارق الدية عن المسعود رضي الله عنه موقوفا ووحى ابن مسعود لقور سوى موقوفا أنه قال ابن مسعود حولي دية الخطي أخماصا دية قف قوا شن أي الله قيبن عشرون جذع وعشرون حقة وعشرون بنت لبون وعشرون من لبون وعشرون بنت مخاض وحوية شنطة من لباتنا ومثل هذا الكلام هذا الكلام وكلنا من المسعود رضي الله عنه له حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي قال الله كري يا له كانوا لحقوا يهي لأنه من المقدرات وحالي مركاء لقدر إلى تشانقوين يوي وهي ليست مما يقال بالرأي كرم ما هو حيالها الرأي اللغوي له وعليه العلماء دليلك تصير أيام إن يديك وجوس دلك بريرك وآيات القرآن قائلة هي لا يؤمى حبونا سورة قل معها قف مؤمني قف مؤمنين ودلو إلا قف مؤمنين ودلو هذا مؤمن تهي قف قلو مؤمن قف مؤمنين ودلو بريد إيمان كاكا كود دي وان كو اقلين قفقا مؤمن سيقا فاودي لنا هرتو كفارا لقول لي ايهاي او اعضون انو حرية مؤمناء اعضون دا عدين لوايسي انا رو كلنا دي وحوهي لباب بلود او اسرع سن ايو سومي وحك لقوا اجيبه ايه مقلسين ايه الكيسي دي اينا صدق ديستان ويه هده يكوي مقترها صدق ديستان ويعفيان وفرانتهاي إن ديادة قفقة تلك اللي قول لها إياهينا وحاو دليل الذي أين قصوت المامي دلك يشبه العمد إياها إن ريت تلك أيها اللي قول لها إياهي
دي قف قرب ويكسي مدنطاي مرة دي تيشي من عندي يا وحوقي بريرك هاي كتري بطلق الله ساري دي تنقف قا هنا وكسي او نسان دينا هيا كوركو دم قطو إنا المخففات هايو قيلة شنداسي والله قيبنا هيانا حديث موقوف أثر موقوف ابن مسعود كتاقلو دار قدني ورين ايو يا وعلي ديادة قف قوا أخماسا واشن قايبوت هذا وحل الله هاي دي قول السحابي سيدا اينو دا اينو كتب المصطلح ما اينو كو ارقني مرها دي وهاو سحابي وكان ليا مجال اني رأي يا قياس اني كلهين حديث مرفوعه النبي الله كوريا عليه صلى الله عليه وسلم اياه اللحو نقضى لانه شيء نوى مقدرات الشرعي وحيالات الشرعي وقدره وشانقه يوي مرها اسكما ارنكره يعني رأيي سما ارنكره النبي صلى الله عليه وسلم حقي سأيو حكوكي هيوي وأما كون دي في قتل الخطأ مقصد إن له قيبنا في ثلاث سنوات صدح سنضود فلما روي ووحى لقوري عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنه قضوا بذلك تاسي حكمين ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة اتصحاب ذلك كم دينا ميدينا فقال إيش ما عم بيرن ذا سنوات ومنهم وهم رضي الله عنهم لا يقولون مثل هذا ما أراني إلا بتوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قيلا ورندا دي كتشو تشيي موياني سيكرا ما أراني يام بل قال السبعي رحمه الله تعالى وعولي ولم أعلم موغان المخالبا من خلافي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بديتي على العاقلتين وكوحقوا في ثلاث سنين صدح سنضوض وحقنا في سنة أروقوا كما أغان نبولي وقال الترمذي وعو الترمذي نيلي وقد أجمع أهل العلم العلم هو حيسكوا فقين على أن الدية تأخذ في ثلاث سنين صدح سنوات لقاضي في كل سنة سنة ثلث الدية دية استحمله ملبا لقاضي ورهو أن الدية الخضي على العاقلة علم هذا هو حيركين دية قفقنا إن لقول لي هي تولك هذا بنت مخاض هي التي لها سنة من الإبل وتسنى جرتي الجيلة وضعني في سنة ثالثة سنة كلا ما دقوا ذاك الشيء وسميت من تمخاض أيها الأمة لأن أمها ويدت أيها بعد سنة سنة كذب تحمل مرة أخرى مركل الرمي فتصير من المخاض أيها الحوامل قوى الرمي ذا بيكم من دقون من تلبون هي التي لها سنتان من الإبل وتلب السنة لحق جيرا وضعنا في ثالثة سنة كيسة دعانا قوى ذاك الشيء سميت من تلبون بأن الأمة لأن أمها ويدت أنا الهو حمده وذي أن تلي دائنا إلى شو فتصير لبونا من عن الله نقطه وقد مر بيان الحقة والجدعة حقة يجدعة يقوين الصوت المان وحيلاي العلماء إن ديادة قفقوا أي صدح سندود لك هذا اليوم وحاو دليلا وحيلايه وحالا قوري سحابة عمر إيا علي إيا ابن عمر إيا ابن عباس رضي الله عنهم أردى أي حكميين أحد أما قوم صحابة كم دارين دا كود يدين مجرين مركا إجماع صحابة النقطة إجماع إذا منضبط كان إجماع صحابة دا كم دار أيقون أرين دا صوك خليه مركا يسأل ليهن دي رأي قوضة كوين هذا ويني حق النبي صلى الله عليه وسلم وحكوه قادين بل يوم الشافعي باوحو لا يهي من أجي إذا خلاف دي وصحابة دا كم دار إنو رسول الله يكون حكمي دي هذا طلقة كركه دا وصاري صدح سنه ولا ما وصاري امام الترمذي نو لا يحي وحي كو اجمع اهل العلم يقول ان ديادة صدح سنادود لو قاديو سند كسبا ديادة صدح مرود ميل لا قاديو ديادة قف غره ولي ما اي تول كسارنت هي حقلا مركا ايدا لا اينو معنيين بنت مخاض غيب بنت لبون قال علماء يحي قد ايو جدعدنا خري اينو سو مرني درسوا الكائن وجهه والله أعلم.